وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا في استوديو مركز الأخبار خبير رياضة السيارات صلاح محمد صلاح الدين. أهلا بك في نشرة أخبار ثالثة. يعني صلاح، بالحديث عن هذا الحدث الكبير، استضافة مملكة البحرين للفورمولا 1، ماذا يمثل هذه الاستضافة وخصوصا الثقل الكبير اللي تحمل هذه الرياضة على مستوى طبعا العالم بحيث يتم استضافته على أرض مملكة البحرين؟ طبعا سباق الفورمولا 1 هو أهم سباق في عالم المحركات. نعم. وأنه يكون عندنا هذا السباق شيء طبعا مشرف، واللي مشرف أكثر أنه كل سنة عن سنة قاعد نصير أحسن وأحسن من ناحية التنظيم ومن ناحية استضافة السباق ككل، وشيء يعني حط المملكة على الخارطة وكل من يتكلم اليوم عن مملكة البحرين. صحيح، يعني على مستوى هذه السنوات الطويلة اللي تم خلالها استضافة هذا الحدث الكبير فورمولا 1 العالمي على أرض المملكة، يعني على مدى سنوات متعاقبة مرت بتطورات عديدة، فكيف طورت مملكة البحرين هذه الرياضة لتصل إلى هذا التألق اليوم اللي نشوفه على يعني حلبة البحرين؟ طبعا الإعلام ما قصر مع هذه الفعالية، وسنة عن سنة نشوف حضور الجمهور والإثبات السنة، حتى يعني التذاكر كلها انباعت. هذه أول سنة تصير. عادة يعني الواحد حتى إذا بيحصل تذكرة في آخر يوم ممكن يحصل تذكرة، بس هذا الشيء انتهى حين، وأحس أنه حتى في السنوات القادمة بيكون نفس الشيء. وهذه يدل على مثابرة الجميع، يعني سواء الإعلام أو حتى القائمين على الحلبة، والتطورات اللي دائما يسوونها، من التطورات اللي سووها اللي أحس أن يعني ساهمت في إنجاح هذه الفعالية، اللي هو تغيير الوقت إلى العصر إلى الليل، فصاروا الناس يقدرون شوي يتجنبون حرارة الجو، وفي نفس الوقت الأجواء صارت جميلة حق العوائل، ويعني شيء مدروس تحسين فعلا. يعني بالحديث طبعا على الإقبال الكبير اللي تشهده طبعا الحلبة، يعني يمكن الإقبال ليس فقط مقتصر على أبناء البحرين، بل أيضا السياح اليوم يعني يقبلون بشكل كبير على هذه الحلبة، خصوصا أن البحرين صارت محط أنظار العالم. طبعا يعني سباق الفورمولا 1 في عشاق له ويروحون كذا مكان في العالم، وحلو ان اختاروا البحرين ان يجون يطالعون السباق فيه. تلاقين حتى في بعضهم عندهم سباق عندهم مثلا في اوروبا، وبعد يجينا عشان يشوفون السباق بسبب اللي سمعوه عن التنظيم واللي سمعوه عن الفعاليه نفسها. صحيح. وشلون طبعا البحرين يعني غير عن باقي الدول، فيها الترحيب وفيها الطيبه وفيها الطابع القديم اللي ممكن يشوفونه في الأسواق، فيعني صار مثل ما تقولين شيء مشوق إن الناس تبي تشوفه. نعم، ماذا يعني انطلاق الموسم من البحرين؟ يعني لابد أن في دلالة يعني تبين أهمية ذلك، يعني كبداية انطلاقة تبدأ من البحرين. طبعا هو لأنه يبتدي في البحرين ما حد يدري شنو بيصير. فاليوم إن شاء الله في السباق بيكون مليء بالمفاجآت، مثل ما تفاجأنا أمس في الكواليفاين شفنا أستن مارتن يسوون أرقام يعني ما كنا متوقعين منهم، وخاصة ألونزو يعني الحين فوق 40 سنة وفي نفس الوقت قاعد ينافس على المراكز الأولى. فالبحرين هي اللي تراوي العالم كلش بيصير تقريبا في السباق، ومن اللي بيكون قوي ومن اللي بيكون ضعيف. واليوم مثل ما شفنا يعني بينطلق من المركز الأول فيستابن، ما كان متصدر في أول التجارب. صحيح. يعني يتصدر ويرجع، لكن أمس أثبتوا ريد بول أنه قادرين يأخذون الأول والثاني في الانطلاقة، وفراري بعد في نفس الوقت، فبيكون حماس، سباق حماسي. وما ندري شنو بيصير الصراحة. تتوقع من يفوز اليوم؟ أنا يعني على لبسي أتمنى أن فيستابن يفوز، بس ما تدرين يعني هذه السباق ممكن أي شيء يصير في أي وقت. إيه نعم. نعم، نتمنى طبعا التوفيق لجميع المشاركين في هذا السباق. صلاح محمد صلاح الدين خبير رياضة السيارات، شكرا جزيلا لك. شكرا.